أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الكفاية للمحتاج؟ هل الأكل والشرب والسكن وغير ذلك من الضروريات؟ كفاية المحتاج هي ما يسد ضروراته من الملبس والمسكن والمركب والنفقة، هذا الذي يعطى المحتاج من أجل تسديد هذه الأمور الضروريات، الأمور الضرورية التي لا بد له منها. حتى الزواج، إذا كان محتاجا إلى الزواج هذا من الضروريات، احتاج إلى سيارة هذا من الضروريات، احتاج إلى ملبس، إلى مسكن، هذا من الضروريات. نعم.